السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. ان شاء الله جبت لكم معايا الجديد، وجبت معايا واحد الكيكه ماشي بالطحين. الناس اللي مقطوع عليهم الطحين ما تياكلوش، عندهم مشكل في المسران او هذا، انا جبت لهم كيكه صحيه وايضا الاطفال بالدرجه الاولى غادي تعجبهم وصحيه لهم، ونفس الوقت بنينه بنينه ولذيذه بزاف بزاف. بقاو معايا. اول حاجه البنات اللي باقي ما ضغطش على جرس او الاشتراك يضغط باش يوصلوا الجديد ديالي، لان ان شاء الله مازال جديد والجديد ونضم العائله ديالنا. وايضا البنات اللي مشتركين يديروا لايك لهذا الفيديو ويبارطاجيو باش تعمل الفائده. اول حاجه البنات كما كتشوفوا هذه الكيكه عندنا بالزرع ديال النخاله، وعندنا فيها ثلاثه ديال الخمارات، عندنا فيها باكيه ديال الشوكولاتة غبره، وعندنا كاس ديال الزيت، وعندنا كاس صغير مع مرشة الماء، وعندنا كاس ديال العنبة ديال السكر. انا فرقتهم درت كاس ونص صغير. عندنا هنايا 4 ديال الكيسان ديال الزرع بالنخالة وكاس ديال الحليب. بقاو معنا تشوفوا الطريقة. والناس ديال السكري الا بغاو يديروا هاد الكيكة ما يديروش فيها السكر. اول حاجه البنات غادي نديروا هذه الطريقه بطريقه عكسيه هذه الكيكه، يعني حنا كنمتعودين نديروا الزيت السكر البيض عاد كنزيدوا الطحين بشويه بشويه. هذه الكيكه في الاول كديروا 4 الكيسان ديال الزرع بالنخاله ديالو، كناكد عليها بالنخاله ديالو. وهنايا غادي نزيد 3 ديال الخمارات، وغادي نزيد كاس سكر العنب. انا درت هنايا كاس ونص صغار ديال السكر حيت هذوك ما عنديش العبر ديال العنبه. غادي ديروا كاس ديال السكر عامر ديال العنبه ونخلطوا هاد النواشف، وعاد نزيدوا السوائل. من بعد ما زدنا كاس ديال الحليب صغير، زدنا كاس صغير ديال الزيت، غادي نخلطوا هذا الخليط مزيان ونزيدوا معاه جوج ديال البيضات. البنات تجيكم هذه الكيكه في شكل في الطريقه ديالها، ولكن هذه الطريقه هي اللي غادي تخليها باش تجي في الاخير بحال هكذاك. هنا البنات حركت غير بالمعلقه، لان هذا الفيديو هذا راه دايره في تقريبا في 10 ديال الليل، حتى طيبت هذيك بركوكش وكنت درت هذه الكيكه هذه. هنا غادي نشدو هاد البكيه ديال ايديال ديال الشوكولات، غادي نخلطوها مع هاد الماء. هما اللي بغيتو تكبوها كبوها، انا خلطتها غير باش تخلط، غير باش ما يبقاش يعني دغيا يتخلط ليا كما حيت مشى الوقت مشى الحال. اما اللي بغيتو تضيفوها يعني بلا هذا ممكن تضيفوها. وباكيه وحده راه كافيه في هاد المقادير. ولا بغيتو ديروا كيكه كبيره، لان انا غنديرها غير في المويان، بغيتو ديروها ديال 4 البيضات غادي ديروا منها هادي جوج، وبطبيعه الحال كل حاجه غادي تضاعفوها. غنبقاو نخلطوا من التحت للفوق حتى تاخذ داك اللون الاسود، انا باغيه تجي اللون ديالها اسود ومع داك اللون ديال الزرع. وش نقول لكم البنات، ما تعطيوهاش باش تجي فيها داك المذاق ديال النخاله، راه ما غاديش يجي فيها وما غاتجيش ناشفه. باش تجي زوينه البنات غادي تجيكم مذاق النخاله بحال كتاكلوا جوز الهند او الكوك. اش نقول لكم صراحه، انا براسي تصدمت في هذه الكيكه ملي جيت ناكلها كنلقى مذاق غير بحال دايره فيها الكوك. حتى الزوج ديالي ملي جا ياكلها قلت ليه ديالاش هذه الكيكه، قال لي ديال الكوك، فما بانتش انها تزرع. ونتمنى تجربوها وتجاوبوني في التعاليق كي جاتكم، وبالحق تابعوا هالطريقة. انا
البنات، اول حاجه ضروري نوصيكم واحد الوصيه على هذه الكيكه هذه، واياكم تكونوا سخونه وتبغوا تحلوا عليها، لان الا كانت سخونه وحليتوا عليها راه كلها غتفرست لكم، لان هذه الكيكه كتجي رطبه وزوينه ونفس الوقت كتستحق انكم ديروها. فضروري البنات الا صيبتوا هذه الكيكه تخليوها حتى تبرد تماما عاد جبدوها من المول. وبالنسبه لطريقه التزيين فلكم الاختيار، دائما كنقولها لكم من نهار اللي بديت في القناه ديالي، كنقول لكم الا بغيتوا تصايبوا ليها شي ديكور او شي حاجه لكم، يعني كل واحد والذوق ديالو، كل واحد وكيفاش كيفنن في الحاجه. انا هنا البنات ما درت ليها لا حتى شي حاجه، فقط درت ليها خليتها حتى بردات ودهنتها بالشوكولا اللي عندي ديال الدهن ديال الاطفال، هو اللي دهنت بها. صراحه كنت غادي نخليها بحال هكذا ناكلها، ولكن علاش دهنتها غير باش غنقدمها لكم تجي بواحد الشكل زوين. وها هي كتشوفوها دابا ملي حطيتها في الطبسيط صافي. وممكن دهنوها دوبوا الشوكولا، ديروا صوص الشوكولا، ممكن ديروا صوص الكراميل، انا كنعطيكم. ولكن المحتوى ديالها الداخلي هي اللي جبت لكم معايا الجديد، كيكه بزرعة النخاله يعني حصريه وغزاله وزوينه. وهي من بعد ما زينتها هرست ليها غير داك اللون ديالها اسود اسود بالشوكولا، هرست ليها بهذا السكر كلاصي. والبنات واحد الحاجه باش اسمحوا لي، واحد الحاجه البنات باش زوينه هاد الكيكه، كتجيكم المذاق الزرع ما كتحسوش به ناشف في حلقكم، لا هذيك الطريقه اللي درت لكم في الاول خلاتها تجي رطبه هاد الكيكه بزاف وما تحسوش بمذاق ديال الزرع. ونفس الوقت البنات مي غياكلوها وليداتكم. انا بالنسبه كلاها الزوج ديالي، اول حاجه قال لي فيها الكوك اي جوز الهند، ما ظنش تماما انها ديال الزرع، لان ملي كديروا فيها داك الشوكولا وهداك الفريتيتات ديال كي ديال النخاله كتحسوا بهم بحال الكوك ملي كيطيبوا في الفران. فغي جربوها غي جربوها راه غادي تعجبكم بزاف. هنا البنات كنقول لكم مع السلامه، وما تنساوش لي لايك، واللي باقي ما انضمش للقناه ديالنا او العائله ديالنا فيضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد، وايضا يدير لايك وبارطاجي بارطاجيوا البنات مع خوتكم. وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، والله يخليكم ليا.